بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية ومن أجل حفظ الأرض والعرض ومن أجل يوم كهذا لنسترد للناس أملاكها التي كانت ميليشيات المتمرد حفتر تقوم بسرقتها وبيعها. هذا الوكر واحد من عدة أوكار موجودة في المناطق اللي كان فيها جيش المتمرد يقوم بسرقة محلات وممتلكات الناس من بيوت الناس. هذه عينة من العينات أو واحدة من العينات التي تم اكتشافها وضبطها من قبل أبطال بركان الغضب بعد تحرير منطقة النواحي الأربعة. هل هذه أفعال جيش؟ إذا كانوا هم يسمون نفسهم بجيش، هذه أفعال مجرمين وعصابات. فلينظر الليبيين جميعا ولينظر كل العرب والعالم، هذه أعمالهم، هذه أفعالهم، فلا نستطيع إلا أن نسميهم بل مجرمين السارقين. ونحمد الله كثيرا على أن تخلصنا من شرورهم ودحرناهم إلى غير رجعة بفضل تضحيات وبطولة الرجال. والعقيد نور الدين آمر رئيس أو مدير مديرية أمن قصر المشير يمكن يوضح أكثر على الأشياء الموجودة هذه، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترحم على جنود بركان الغضب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. بالنسبة للبضاعة المسروقة هذه، توفرت لدينا معلومات مصدرية عن وجودها في أحد البيوت بمنطقة قصر مغشير، حيث تم تكليف قوة من جنود البركان الغضب لمداهمة الموقع، وفعلا تم مداهمة الموقع وتبينت أن هذه بضائع مسروقة من مواطنين ومن محلات، وتحتوي على الموجود أمامكم من إطار خاصة بعجلات السيارات، فلاشات، أجهزة كمبيوتر، تلفزيونات، وعدة مسروقات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسكن هذا للحاجة مطير عيسى معتوق، نجلثوا له 400 دينار ونجلثوا له حسن نية السنوات الأولاد مشي كويس، توا قبل شهر رمضان بعد خاشة قبل شهر رمضان ممكن بأسبوعين، قبل ما فيش حتى حاجة الحوش، وأنا ملاعم عليه ساعة واحد ساعة اثنين ثلاثة من شد الحراسة عليه. اطلع مدير ملاعمه والفتيح فحم معاه، جيت الخوت قلت له بقى الفتيح عنده، قالوا لا، قلت لهم ما نتعرف. والله إلا أنا جيتهم قلت لهم يا ناس قلت لهم أنا نفتح الحوش ربما فيه سلاح والله حاجة الحوش، اقتحمت فتحت الحوش وكل شيء لا فتحت الحوش ولقيت معبي كل شيء، كرشمت عليه يجوا هنا يخنبوا يجيبوا لنا والله يعني ما نعرفش، لا يخنبوا ويشوفوا في الليل ما نعرفش في الليل ما نعرفش يخنبوا ويشوفوا هذه البضاعه، هي هو اللي مجر عندك ايه ها مين جابها لك؟ جابها هو ولا جابوها له المتمردين؟ جابوها لهنا ايه بشهادتك انت ها ايه بشهادتك انت بشهادتي انا هم